الاعدادات ايضا الخاصه بلقاء بكره ان شاء الله. كريم برحب بيك. تحياتي ليك زميلي عمر، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانت طيب، وبنقول عيد اضحى مبارك على كل الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. الجميع ان شاء الله يكون عيد سعيد وتكون فرحه ان شاء الله بالنسبه لمباراه الغد. يعني في البدايه طبعا بسلم عليك واقول لك كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وان شاء الله على الامه الاسلاميه وعلى جمهور النادي الاهلي بكره ان شاء الله. ويعني نعيد بفوز كبير، فوز يطمنا في دور التمهيدي ال 64 لدوري ابطال افريقيا. لكن عايز اعرف منك اخر الاستعدادات، تطمني وتطمن كل الجمهور الاهلاوي اللي بيتابعنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. بالتأكيد طبعا زميلي عمر، ان شاء الله كلنا يمكن ثقة كبيرة وامل كبير ان شاء الله في هذه البطولة، ان شاء الله تكون انطلاقة طيبة للنادي الاهلي، يقدر ان شاء الله في المباراة الاولى يحقق فوز مميز والمباراة الثانية كمان يمكن يستمر ان شاء الله في حصد النقاط وصولا باذن الله الى المباراة النهائية. لكن بشكل عام لو بطمن كل جمهور النادي الاهلي وبطمنك طبعا على حالة اللاعبين، التدريبات الاخيرة، الاستعدادات الفنية والبدنية لمستر مارتن لاسارت اللي مكثف في مجهودات كبيرة جدا خلال الايام الماضية للوقوف على حالة اللاعبين بشكل كبير. الحالة البدنية باكد عليها، في معنويات مرتفعة بشكل كبير جدا لدى لاعبي النادي الاهلي. الفوز الاخير ببطولة الدوري العام وخلاص غلق الصفحة مباشرة، الفرحة كالعادة زميلي عمر بتكون ايام بسيطة جدا لفريق النادي الاهلي، ومنها بيدخل في بطولة جديدة وكمان تكون بطولة بحجم البطولة الأفريقية، فمحتاجة تركيز وشغل فني كبير جدا سواء من لعيبة النادي الأهلي أو الجهاز الفني. لكن النهاردة بالفعل اختتم النادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش في تدريب أخير في تمام الساعة 5:30 مباشرة، بعدها طبعا النهاردة كان يوم صيام، فبالنسبة للاعبين كان قرار الجهاز الفني يكون في فطار في النادي الأهلي الجزيرة، ومنها مباشرة التوجه إلى الإسكندرية برج العرب لخوض معسكر مغلق قاعدة النادي الأهلي ومبارياته في البطولة الأفريقية بأحد الفنادق القريبة جدا من استاد برج العرب. انا باكد لك عمر في هذه اللحظات يمكن ان شاء الله نقدر نقول ربع ساعه ثلث ساعه بالكثير جدا، ويصل الفريق النادي الاهلي الى فندق الاقامه استعدادا ان شاء الله الى الجلوس في الفندق، وغدا ان شاء الله باذن الله الاستعدادات الكامل لمباراه الغد. النهارده التدريب يمكن شهد تغييرات كثيره جدا بالنسبه للقائمه الخاصه بمباراه الغد، يمكن اذكرهم معاك سريعا زميلي عمر. يمكن نقدر نقول 22 لاعب من اصل 26 لاعب يغيب، مروان محسن طبعا اللي في البدايه من خلالك حابين نقول له طبعا مبروك يا مروان، حفل الزفاف هيكون غدا. كان الناس كان في لغط شويه في هذا الامر، الناس قالت مروان استبعد ليه من القائمه، لكن مروان طبعا لحفل الزفاف وغدا ما قدرش ان هو يعدل طبعا ميعاد القاعه طبعا اللي متواجد فيها الفرح، فخلاص طبعا كان قرار مهم جدا وقرار كالعاده من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يكون غدا زفاف مروان محسن، واحد من الشخصيات المحترمه واللاعبين المهذبين جدا، وان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. بينضم له وليد سليمان عدم اكتمال التأهيل بالنسبة له، وأيضا كمان صلاح محسن ليه وفاة والده وشريف إكرامي للتأهيل، بجانب الأربعة دول تم اختيار أنت عارف 26 لاعب، فمنهم هيكون الشناوي وعلي لطفي، محمد هاني، جيرالدو، جونيور أجاية، حسام عاشور، أحمد فتحي، أحمد الشيخ، علي معلول، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، اليود يانج، حسين الشحات، أيمن أشرف، صالح جمعة، وليد أزار، وحمدي فتحي، رمضان صبحي، ياسر ابراهيم، محمود متولي، رامي ربيعه، ومحمود وحيد. ان شاء الله باذن الله غدا مع حضور الكبير لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد بناكد على دور الامن ودور ايضا كمان وزاره الداخليه، لان التعاون مطلوب جدا زميلي عمر في هذه المباريات وفي البطولات بعد الاداء الرائع لمنتخبنا الوطني. بالنسبه لحاله الجماهير والحضور الكبير والتنظيم والملاعب، فلابد يكون في انطلاقه جديده من بطوله الدوري العام ومنها من البطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله يتزين استاد برج العرب غدا ب 10,000 مشجع لجمهور النادي الاهلي، يكون ليهم كلمه السر ان شاء الله زميلي عمر غدا باذن الله يكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي في مشواره البطوله الافريقيه. انا معاك زميلي عمر لو في اي استفسار. انا معاك. يعني كريم اسالك سؤال اكيد يعني هوجهه لك وهوجهه بعد كده لمحللينا الفنيين اللي هيكونوا موجودين معانا، هل ممكن يكون بكره في اعتماد على بعض الصفقات الجديده اللي الاهلي تعاقد معاهم، ولا انت شايف ان وجودهم معنوي اكتر ما هو فني؟ يمكن طبعا اكيد ده سؤال مهم جدا زميلي عمر، من الوارد ان يكون في غدا عدد من اللاعبين او نقدر نقول لاعب او اثنين متواجد في التشكيله الاساسيه، لان الفتره اللي فاتت كان فيها تدريبات خططيه وتكتيك بشكل كبير جدا، شارك فيها محمد مجدي قفشه، وشارك فيها اليود يانج، وشارك ايضا كمان محمود متولي. فيمكن زي ما بقول لك من الواضح ان بكره ممكن بشكل كبير جدا يعني الجهاز الفني بيحاول ان هو يبدا
فتره جديده وصفحه جديده وتشكيل جديد واستراتيجيه جديده. فمن المتوقع اكيد بكره يكون في قوام اساسي كالعاده، بيكون متواجد عدد كبير جدا من اللاعبين ما بنقدرش نقول فيهم تغيير زميلي عمر، لكن من الواضح او من الوارد بشكل كبير جدا مع اللي احنا شايفينه ولامسينه في ارضيه الملعب في مختار التتش ان مستر مارتن والجهاز الفني بالدائم بيحاول في توجيهات لمحمود متولي، توجيهات لاليو ديانج، وايضا كمان محمد مجدي قفشه. والنقطه المهمه جدا كمان الانسجام السريع، ودي الحاجه الرائعه جدا في لاعبي النادي الاهلي، الكباتن المتواجدين في الفريق، اللعيبه الصغيره، اي لعيب بيخش طبعا انت عارف زميلي عمر وانت بتلعب كرة ايضا كمان، وعارف اي لعيب بيدخل النادي الاهلي اللعيبه بتدخله على طول في وسط الفريق لان ما بيبقاش في وقت، ودي حاله لاعبي النادي الاهلي، انسجموا بشكل كبير، خلاص الامور بالنسبه لهم اكنه موجود في النادي الاهلي بقاله فتره كبيره، بينقصوا التوفيق وعدم التوفيق وايضا كمان تنفيذ تعليمات مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. فبنتمنى ان شاء الله يكون مستر مارتن موفق غدا، الجهاز الفني موفق غدا باذن الله في الاختيار الامثل باذن الله لاهل فريق النادي الاهلي في المباراه الثانيه. نقطه كمان مهمه يمكن عايز اكد عليها واكد على الجمهور، يمكن كان ليا احد اللقاءات مع المدير الفني لنادي بطل جنوب السودان اطلع بره، وايضا كمان كابتن الفريق، هما طبعا نقدر اقول لك خايفين اكيد من النادي الاهلي، وده هيبان اكيد في التصريحات، عندهم بعض الثقه لكن ثقه بخوف اكيد، يعني بيقولوا ان النادي الاهلي اكيد عارفين النادي الاهلي نادي كبير، لكن احنا جايين هنا نحقق نتيجه، هو نادي طبعا وليد او حديث نقدر نقول بالنسبه لكره القدم، لكن لابد يكون في حذر كبير جدا لفريق النادي الاهلي، وده اللي بيعمله وبياكد عليه الجهاز الفني مهما كانت الامكانيات والفروقات الواسعه بين الفريقين، لكن في ارض الملعب الموضوع بيكون مختلف بشكل كبير جدا، عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين، جمهورنا بناكد عليه ان شاء الله بكره باذن الله يكون كلمه السر لجمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا بكره في التوم فورم موفقين ويحصل النادي الاهلي على نقاط هذه المباراه. كريم بشكرك شكرا جزيلا، هنتابع معاك لما البعثه ان شاء الله توصل بالسلامه علشان نطمن منك اكتر واكتر ونقرب اكتر الى وصول